مع دخول الأسبوع الثاني لشهر رمضان تراجع الطلب على الخضر والفواكه، ما ساهم في تحسن أسعارها بأسواق الجملة، خاصة بالنسبة للخضر الموسمية التي تدنت أسعارها بشكل كبير. مكش مشترية، مكش مشترية، ما عندهاش الناس. هذه هاي سوري ها. ثم أشرها من 7000 ل 8000، الحلو 5000، الحار 4000، الثوم 3000. وش بيك هوليك 12 13 11 10 على حسب السوق. المهم خلاص كل نهار كيفاه. راه المنتوج ياسر والسلعه راه رخيصه ياسر، وبالنسبه لرمضان السنوات الماضيه راه طاحت السلعه ياسر. ايه الاسعار ماشي في الاسعار الجمله، راه عند القشاره دي طاي راه الاسعار مرتفعه. المفارقة هي عند الذهاب لأسواق التجزئة، حيث نصطدم بأسعار مضاعفة مرتين أو أكثر مقارنة بأسواق الجملة، ويظهر ذلك جليا في عدة أصناف من الخضر على غرار الجزر، الفلفل الحلو، الفلفل الحار، الخيار، الطماطم، القرعة، البطاطا، الخس والباذنجان. إن كانت أسعار الخضر بأسواق الجملة يحددها قانون العرض والطلب، فإن محددها بأسواق التجزئة يبقى رهيناً لرغبة التجار أو تحكم الوسطاء، فيما يبقى المواطن الضحية الأكبر لفوضى السوق.